مرة تانية نرجع لدينا عشان نتعرف منها على حالة الطقس بالتفصيل ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. فعلا يا محمد، دلوقتي جه معادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير طبعا على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس خلال الأيام اللي جاية، خاصة إن في انخفاض أكتر في درجات الحرارة على مدار الأسبوع. بالفعل يمكن احنا اليوم بنشهد استمرار الاجواء الخريفيه، تعتبر درجات الحراره فيه حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام. اغلب مصادر الكتل الهوائيه كتل هوائيه شماليه قادمه من على البحر المتوسط، مع وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا بيكون تاثيره اكثر على المناطق الساحليه خلال هذه الايام. الاجواء خلال فترات النهار اجواء ما بين المعتدله الى مائله للحراره خلال فتره النهار على سواحلنا الشماليه، محافظات الوجه البحري، القاهره الكبرى، حتى محافظات شمال الصعيد، حر على محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس بنلاحظ الانخفاض في درجات الحرارة، واللي بيكون ملحوظ أكثر في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر. الأجواء في الساعات دي بتكون أجواء مائلة للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية، بالإضافة كمان مع وجود المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا هيكون في فرص تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، هيكون معها طبعا فرص لسقوط الأمطار، والأمطار دي هتكون أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري. قد تكون كمان رعدية في صحراء مطروح. بالإضافة كمان أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، مناطق من سيناء، قد تمتد الأمطار كمان اليوم خلال فترات الليل على مناطق من القاهرة الكبرى. غدا الأحد إن شاء الله هيكون في انخفاض آخر في درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى، هتكون 25 درجة مئوية خلال فترة النهار. خلال فترات الليل هتكون ما بين 18 و19 درجة مئوية، فهنلاحظ انخفاض طفيف في درجات الحرارة. فرص الأمطار كمان غدا هتبدأ تزيد وتتقدم للمناطق الداخلية، وتكون أمطار متوسطة ورعدية في المناطق الساحلية. الأمطار دي كمان أمطار خفيفة متوسطة على المناطق الداخلية من جنوب الوجه البحري، قد تمتد كمان للقاهرة الكبرى. فالحد والاثنين هيكون في فرص لسقوط الامطار، هتختلف كميتها من منطقه لمنطقه، وامطار متفاوته الشده مع انخفاض طفيف في درجات الحراره. عشان كده احنا مهم جدا ننصح الساده المواطنين ان احنا لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه، لان الخريف دايما معروف بالتقلبات الجويه الحاده والسريعه والتغير كمان في خرائط الطقس من يوم ليوم، فمهم جدا متابعه النشره الجويه بصوره يوميه. مهم كمان ان المحافظات المعنيه بسقوط الامطار بشكل كبير، لازم الساده المسافرين على الطرق وقائد المركبات القياده بهدوء تام نتبع كافه تعليمات المرور، لان الامطار بتؤدي لانخفاض في الرؤيه الافقيه وبتؤدي لا قدر الله لانزلاق العجلات. مهم كمان ان احنا نبتعد عن اعمده الاناره، اكشاك الكهرباء، الواح، الاعلانات المعدنيه. احنا خلاص بنرتدي ملابس خريفيه، لكن ناكد ان احنا فترات الليل المتاخره والصباح الباكر لازم نصطحب معانا الجاكيت لما هنحس بانخفاض درجات الحراره نرتدي. طيب يمكن تحدثنا عن ان هناك امطار في السواحل الشماليه بالنسبه لحاله البحر الابيض المتوسط وحاله البحر الاحمر كمان. هو طبعا هيكون في اعتدال في حركه الملاحه البحريه اليوم وغدا على البحر الاحمر والبحر المتوسط، لكن ارتفاع الامواج هيوصل ل 2 متر على البحر المتوسط، هيوصل ل 1.5 متر على البحر الاحمر، نقدر ان هم مؤهلين لاعمال الصيد والملاحه البحريه. هي القلق فقط من سقوط الامطار في المناطق الساحليه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي هيئه الارصاد الجويه، وبشكرك على المتابعه اليوميه معنا، واكيد التنسيق المستمر مع كافه الهيئات والوزارات المعنيه لتوخي الحذر في سقوط الامطار خلال الايام اللي جايه. خلونا دلوقتي نتعرف معاكم على درجات الحراره المتوقعه النهارده. هنبداها من القاهره، والعظمى 27، الصغرى 21، العاصمة الإدارية 27-21، الإسكندرية 26-20، العلمين الجديدة 26-20، مطروح 25-18، دمياط 26-20، بورسعيد 27-21، الإسماعيلية 28-18، السويس 27-21، العريش 26-19، كاترين 24-13، طابة 29-21، حلايب 30-24، شلاتين 33-24، شرم الشيخ 30-22، الغردقة 31-21،
الفيوم 28 21 بني سويف 29 19 الوادي الجديد 32 19 اسيوط 30 17 سوهاج 31 18 قنا 35 21 الاقصر 34 22 واخيرا اسوان 35 22. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الجو اللي نفسه كان يبقى يكون فيه الجو فيه امطار خلال اليومين الجايين، احتمال يكون فيه امطار على السواحل الشماليه وممكن تمتد الى القاهره الكبرى. هرجع مره تانية لمحمد علشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر.